السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندنا قصيص فيه نباتات ولاحظنا ان القصيص فيه حشرات، اي نوع من انواع الحشرات اللي تخطر على بالك، النمل ولا الناموس ولا الهاموش ولا اي نوع من انواع الحشرات، هنا لو لاحظنا النبته دي هي نبات جوز الهند او نخيل جوز الهند والقصيص معبي بيه الحشرات. في المرحله اللي زي كده هاخد كميه بسيطه جدا من الفلفل الحار وانصرها على سطح التربه. الشطة الحار، الشطة الكشميري تحديدا، لو لقيت شطة كشميري انصر جزء بسيط جدا من الفلفل. لو عندي نمل، لو عندي اي حشرات موجودة على النبتة او على سطح التربة او في التربة، مباشرة هتغادر المكان او هتغادر القصيص. الشطة هتطرد الحشرات مش هتموت الحشرات. مباشرة الحشرات كلها اختفت، ما عادتش موجودة الحشرات. هنتظر لحين ما يجي ميعاد ري القصيص، بعد كده هقلب بنفس الشكل وهروي وهتابع النبتة عندي بشكل طبيعي جدا. الشطة الكشميري او الفلفل الحار هو بيطرد الحشرات فقط، ما بيموتش الحشرات ولا حاجة، ولكن بيطرد الحشرات. سيب الشطة على سطح القصيص لحين ما يجي موعد الري، حتى لو كان بعد يوم او اتنين او تلاتة او اسبوع او خمس دقايق او عشر دقايق. بعد كده قلب الشطة كويس في التربة وبعد كده اروي وتعامل مع القصيص بشكل طبيعي.